يا صباح السعادة، يا صباح الرضا، يا صباح الجمال على كل مشاهدي صدى البلد. وعيش حياتك وازاي نعيشها صح وهنخس من غير حرمان. حلقتنا حلقة ايه النهاردة؟ حلقة الرشاقة، حلقة القوام الرشيق. بقول كده ليه؟ بقول علشان خلاص بدأنا نمشي على التراك المظبوط، بدأنا نتعلم ازاي نعيش حياتنا صح، وبدأنا كمان نتعلم ازاي نخس من غير حرمان وناكل كل اللي في نفسنا، وخلاص الناس بقوا متابعينا. والنهارده كمان هتشوفوا معانا حالات تابعونا الفترة اللي فاتت وبدأت النتيجة تظهر عليهم. فالنهارده سلسلة حلقات الرشاقة والقوام الرشيق وازاي نخس صح، وهنخس هنخس علشان كل الناس اللي بتقول كنا في حلقات التحدي خلصنا التحدي وبدأنا بقى ايه نتلقاكم كده وناخدكم علشان نشوف حلقات الرشاقة والقوام الرشيق. وكورس أنا سيليم، صوروا أرقام الفريق الطبي اللي نزلت قدامكم دلوقتي على الشاشة، وكمان هينزل لينك صفحة وان دايت، كل الناس تدخل على صفحة وان دايت وكمان تتصل بالفريق الطبي واتساب لأي استفسارات طبية وتخص طبعا الدايت والرجيم وازاي نخس صح وعايزين جسمنا يقل ونبقى في أحسن صورة. كل ده هتلاقوه على صفحة وان دايت، وكمان الأرقام عليها واتساب علشان لو تدخلت أرقام التليفون عشان في ناس طبعا بتتصل كتير جدا. النهاردة حلقة الرشاقة والقوام الرشيق مع أنا سيليم. عندي مشاكل كتيرة قوي قوي النهاردة، ويمكن مكرسة أغلب جزء في الحلقة لمرضى السكر، علشان الناس بيقولوا لي ان مرضى السكر عايزين تغذيه مناسبه، عايزين اول حاجه في العلاج كده بعد العلاج الدوائي ان احنا لازم نخس. كل ده هنحققه مع بعض مع كورس انا سيليم. النهارده الكورس فيه حاجات جديده علشان تعرفوا ان انا بقول حلقه الرشاقه والقوام الرشيق. احنا اتكلمنا عن قشور السيليم اللي بتملالي المعده، اللي بتشتغل زي بالون المعده، والتجربه اللي انا هعملها لكم كمان شويه وتشوفوها معايا. حاجه تانية الجرين كوفي اللي هتشوفوا هو مشروبي النهارده خلال الحلقه، الجرين كوفي القهوه الخضراء ودورها كحوارك ودورها انها بتزود عمليه الحرق، وهقول لكم طبعا المزايا بتاعتها بالتفصيل. وعندي كريم شد الترهلات علشان لما نخس محدش يقول لي الجلد مضايقني وبطني ورجليا والارداف والسليوليت، كل ده مع كريم شد الترهلات طبعا هيروح. وكمان معانا فيتامين كاتيكا يا جماعه عشان المناعه، فيتامين كاتيكا مهم جدا جدا علشان المناعه الفتره اللي احنا فيها دي، وعشان نقص فيتامين ده اللي بيسبب سمنه موضعيه. بس لا، عندنا النهارده خصم 50%، وعندنا النهارده هديه الكورس شامبو هيرتون لكل الستات اللي بتشتكي من التساقط وضعف الشعر. النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق علشان كل الناس تخس معانا. والنهارده هاخد اول تليفون ياسمين، وبعد كده اقول لكم عنوان الحلقه واول مشكله جات لي تخص مرضى السكر. تابعوا معانا حلقه مهمه جدا. ياسمين الو. مساء الخير. مساء الجمال ياسمين، ازيك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ تمام زي الفل. قولي لي بقى، معانا النهارده في حلقه الرشاقه والقوام الرشيق وناويه تخسي معانا؟ اكيد طبعا، بس انا مش رشيقه. لا ما انت هتبقي رشيقه، ما احنا امال احنا بنقول ليه؟ ما انا بتصل بحضرتك عشان كده. لا ده انت النهارده هتبقي رشيقه وهتخسي وهتدخلي معانا كمان، ان احنا عاملين مفاجاه النهارده. كل الناس اللي اخذوا مننا كورسات الاناسيليوم الفتره اللي فاتت وبداوا يخسوا معانا هنعمل ما بينهم سحب وهتحضروا معانا الحلقه كمان، والناس اللي منهم بيعرفوا يطبخوا هيحضروا معايا الحلقه ويعملوا وجبه غذائيه كمان صحيه زي ما احنا متعودين وسعراتها قليله. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ والله مفاجأة جميلة. طب خلاص يلا بينا بقى، قولي لي مشكلتنا ايه؟ يلا نحلها سوا. بطني. البطن. قولي لي بقى. مشكلتي بقى في الكرش، ان انا باكل بس ما بيظهرش غير على بطني. اه، وزنك قد ايه؟ طب عرفيني كده وزنك قد ايه والطول والسن. انا وزني 90. ايوه. وسني 36 سنة. تمام، طولك قد ايه؟ 160. طيب بصوا بقى، انا قلت النهارده حلقه الرشاقه احنا معانا كورس انا سيليم. كورس انا سيليم زي ما احنا قلنا الاسابيع اللي فاتت، ركزي ياسمين معايا، الكورس البديل لبالون المعده علشان خاطر الناس اللي بتاكل كتير والكلام ده بيزود زياده في الوزن. طب النهارده احنا معانا القهوه الخضراء، الجرين كوفي اللي الناس كلها تسمع عنها. القهوه الخضراء دي زي ما كنت دايما بقول لكم المشروب الاساسي والحاجات الاساسيه لزياده الحرق. طب زياده الحرق بس؟ لا، هتقلل الستريس اللي بيزود الكرش، عشان انت بتقولي ان انت عندك كرش هرمون الكورتيزول. هتثبت لي مستوى الانسولين في الدم اللي برضه لما بيحصل فيه اضطراب بيسبب لي الكرش. نقص فيتامين د اللي بيسبب سمنه موضعيه، انا عندي فيتامين كاتيكا اللي موجود جوه كورس انا سيليم، اللي هنعوض نقص فيتامين د بان احنا ناخد فيتامين كاتيكا، وكل ده هيقضي لي على الكرش. يعني هناكل، يعني هنظبط السكر وهرمونات الانسولين والكورتيزول، يعني هنزود الحرق بالجرين كوفي اللي موجوده معانا، يعني هيبقى عندي الاناسيليم. انا عملته لكم قبل الهوا،
علشان تشوفوا انا مجرد ما حطيته وحطيت عليه ميه، دي قشور السيليوم يا جماعه. بصوا بقى دي قشور السيليوم، بصوا بقت تقيله ازاي، وشويه كمان هحط عليها ميه تاني هتشوفوا هتزيد ازاي كمان في الفوليوم بتاعها والكثافه بتاعتها. عشان كده بقول لما بناخدها بتملالي المعده وتخليني ما اشعرش بالجوع وان انا عمال عايز اكل وان انا عندي نهم سواء للحلويات او الاكل العادي، هي دي قشور السيليوم. بصوا انا هحط عليها ميه تاني وهسيبها جنبي وهتشوفوا خلال الحلقه برضه هتملى ازاي. عشان كده بقول لكم بديل بالون المعده، وهو ده اللي بيخليني ان انا ما اكلش كتير. طيب انا جات لي اول حاجه كنت عايزه ابدا بيها بس جه تليفون ياسمين قطعني، استغاثه من ام. عشان كده بقول اسمعوني يا امهات علشان الولاد اللي عندهم سكر. استغاثه من ام بتقول ان طفلي عنده سكر من وهو عنده 8 سنين والنهارده عنده 19 سنه وزنه 91 والطول، وطبعا بقى شاب دلوقتي وزنه 91 والطول 178 وبياكل كتير جدا وعندي مشكله، مشكله مش هينه. علشان كده بقول مرضى السكر يسمعوني. انا مريض السكر بيبقى عنده نهم خصوصا من النوع الثاني ان هو ياكل كتير، والحلويات هيسيطر عليها بايه؟ بقشور السيليوم اللي موجوده في كبسولات انا سيليوم. مش بس علشان خاطر تقفل لي موضوع الجوع، لا يا جماعه، هتثبت لي مستوى السكر في الدم، هتثبت لي وتعمل كنترول لافراز هرمون الانسولين. ومريض السكر مع العلاج الدوائي بيحتاج يظبط اللايف ستايل، وده اللي احنا بنعمله له مع الفريق الطبي اللي ارقامه موجوده دلوقتي، وصوروها او ابعتوا له واتساب او لينك صفحه وان دايت علشان يظبط لكم اللايف ستايل، ومن خلالها يعمل كنترول لحاله السكر. والسكر من الامراض المزمنه اللي لازم نسيطر عليها، مهم قوي 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 ان احنا نسيطر عليها مع الانسيليوم والجرين كوفي. الجرين كوفي مش بس حوارك، الجرين كوفي بتنظم لي مستوى الكوليسترول، الانسولين، السكر، بتزود لي المناعة، بتظبط لي حركة الأمعاء، بتزود الحرق بصورة كبيرة جدا. فمريض السكر مع كورس أناسيليوم هيحافظ له على استقرار الحالة الصحية بصورة كبيرة جدا. فالاستغاثة زي ما بقول مرة تانية وبصراحة وجعت قلبي قوي، استغاثة من أم وكتير زيها، إن لما الابن يبقى من هو صغير عنده سكر يبقى لازم أظبط له اللايف ستايل بتاعه. ده هيتظبط معانا ومع الفريق الطبي اللي أرقامه موجودة، صوروها يا جماعة على الشاشة دلوقتي وابعتوا لهم واتساب ولينك صفحة وان دايت هتنزل، كلمونا على الصفحة. ومرة تانية زي ما قلت لياسمين السحب هيبقى على كل الناس اللي اشتروا كورس الأناسيليوم ولسه مكملين معانا، هيحضروا معانا الحلقة إن شاء الله إن شاء الله على السنة الجديدة، يعني رأس السنة هتبقى معانا أحد بقى الفايزين علشان يبقى كسبوا التحدي وكمان حضروا معانا الحلقة. ناخد منا. ألو ألو. أيوة يا منا، صباح الخير. صباح النور، ازيك يا دكتور؟ تمام زي الفل، جميل. قولي لي مشكلتنا إيه؟ بس ما عندناش مشاكل، إحنا ما عندناش مشاكل، هنحلها. الحمد لله الحمد لله. معاكي يا منى، قولي لي. كنت عايزه اعرف بس امشي ازاي على نظام امن ما يعني ما يعمليش انيميا. طب انت عندك كام سنه ووزنك قد ايه وطولك؟ قولي لنا الداتا الاول. انا عندي 27 سنه. تمام. وزني 115. اوكي. طولي 173. تمام، حلو جميل، طويله. تمام. عايزه تخسي وفي نفس الوقت عايزه ده ما ياثرش لا على شعرك ولا على مناعتك ولا على بشرتك ولا تبقي مجهده. بدوخ جدا كل ما اعمل نظام، يعني ممكن ادوخ فبتعب جدا. انت عارفه منه فكرتيني دلوقتي ان انا لسه فعلا جاي لي رساله وانت بتقولي لي دلوقتي ان في حد بعت لي بيقول لي انا ما بمشيش على نظام الدايت علشان المشاكل دي، بهبط بحس على طول ان انا همدانه، جسمي ما فيهوش طاقه، شعري بيقع، ضوافري هالات سودا، فما بتقدرش تمشي على نظام ريجيم صح وتخس معاه. احنا كنا بنقول التحدي بتاع كورس أناسيليوم ان احنا هنخس مش اقل من 15 كيلو في الشهر، فانت مكمله معانا وهتدخلي التحدي، وكمان مكمله معانا في حلقات الرشاقه والقوام الرشيق مع وجود وانضمام القهوه الخضراء لكورس أناسيليوم النهارده. القهوه الخضراء اللي انا هوريكم هشربها كمان شويه من الحاجات اللي بتزود الحرق جدا جدا، من الحاجات اللي بتزود المناعه، كاتيكا فيتامين يا منى علشان خاطر الهمدان. احنا بنجيب كورسات علشان نخس مش بيبقى فيها فيتامينات. ميزه كورس الأناسيليوم وتسالوا الفريق الطبي اللي موجود ارقامه معانا ان احنا عندنا فيتامين كاتيكا مسجل ومرخص طبعا من وزاره الصحه موجود جوه الكورس، هيعوض لي بقى موضوع الهمدان وان انا بهبط وان انا عندي انيميا وان انا عندي نقص فيتامين ده، هيعوض كل ده. وكمان في كالسيوم ومغنيسيوم، فكل المشاكل اللي بتجيلكوا من قله الفيتامينات والكورسات الغلط والدايت الغلط هتتحل مع وجود كاتيكا. طب قشور السيليوم هتعمل ايه؟ قشور السيليا
الكالسيوم المالئه للمعده اهي، بصوا اهي، ومش بس بتملالي المعده وتشتغل كبالون معده، لا بتديني كل العناصر الغذائيه اللي بتنظم لي العمليات الحيويه في جسمي كلها، وتمنع الانيميا وتزود امتصاص الحديد، وكمان تعملش امساك، علشان الناس اللي بتعمل دايت وبتقول ان انا بيجي لي امساك وبنكهه الاناناس والفانيليا، ودي حوارق يا جماعه، يعني الناس اللي هتقول لي هي طعمها مش حلو، لا هشربها كمان شويه واوريكم ازاي. كل ده مع بعضه هيزود الحرق، هيحسسني بامتلاء ويخلي معدتي مليانه، وكمان هيعوض لي نقص فيتامين د اللي بيسبب السمنه الموضعيه، ودي مش قليله، لان فعلا موضوع السمنه الموضعيه بيضايق ستات ورجاله. الستات والرجاله بيضايقوا منطقه الكرش وتراكم الدهون في منطقه البطن، والستات برده عندها تراكم الدهون في الارداف. هكرر تاني النهارده انضمام القهوه الخضراء الجرين كوفي الحوارق لكورس الاناسيليوم. تطلب الفريق الطبي، الارقام موجوده دلوقتي على الشاشه ولينك صفحه وان دايت. القهوه الخضراء مش بس بتزود الحرق والمناعه، مضادات اكسده. يعني ايه اكسده؟ اكسده خلايا، يعني خليه عمرها بيقصر وبتشيخ وبتموت، وده اللي بيسبب بقى ان كل العمليات الحيويه في الجسم تتاثر. فالقهوه الخضراء من مضادات الاكسده، يعني بتزود من عمر الخليه، يعني بتديني مناعه، يعني بتحميني من الاصابه بالامراض الخطيره زي الكانسر مثلا، يعني بتثبت مستوى السكر، يعني بتسيطر لي على مشاكل السكر والضغط والقلب، بتثبت مستوى الدهون في الدم وتمنع تكتل الدهون وارتفاع الكوليسترول. يعني من الاخر مهمة جدا جدا في كورس أناسيليوم النهاردة، عشان كده بقول لكم هنخس وكمان صحتنا هتبقى أفضل مع الكورس النهاردة. صوروا أرقام الفريق الطبي، اتصلوا بيهم، ابعتوا لهم واتساب، وهتاخدوا النهاردة خصم الكورس 50%، هيوصلكم مجانا لحد البيت، وكمان المتابعة بتاعت الفريق الطبي مجانا، وهتاخدوا شامبو ايه؟ هيرتون، شامبو هيرتون هدية مجانية، وصفحة وان دايت اللي تدخلوا عليها دلوقتي عشان كل اللي اشترى كورس أناسيليوم يدخل على الصفحة، هنعمل سحب وهتحضروا معانا حلقة راس السنة بإذن الله، علشان خاطر تبقوا نجحتوا في التحدي بتاعنا اللي كله بيسأل عليه. طيب دلوقتي في ناس بتسألني يعني إيه ديتوكس؟ إيه أهمية الديتوكس؟ الديتوكس ده مهم؟ مهم جدا، تنقية الجسم من السموم، ديتوكس، وده بيقوم بيه القهوة الخضراء اللي موجودة في كورس أناسيليوم. المفروض إن أنا بعمل لجسمي كل شهر عملية الديتوكس دي، 3 أيام 4 أيام أعمل ديتوكس لجسمي لو أنا مش ماشي على نظام صحي بنقي جسمي من السموم. طب لو أنا ماشي على نظام صحي زي ما إحنا بنقول إزاي نعيشها صح وبناخد قهوة خضراء، ده الديتوكس اليومي بتاعي، ده اللي بينقي لي جسمي من السموم، عشان كده بقول مضادات اكسده. مفيش حد يعيش حياته من غير ما يعمل ديتوكس، ديتوكسيفيكيشن، يعني ينقي جسمه من السموم، وده اللي بتحققه له القهوه الخضراء اللي موجوده معانا النهارده في كورس أناسيليوم. مره ثانيه هعيد لكم علشان الناس اللي ما شافوناش من اول حلقه، النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق، والناس اللي عايزه تخس والناس اللي عايزه تعرف ازاي تعيش حياتها صح وتبقى صحتها افضل مع كورس أناسيليوم. كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة، أرقام الفريق الطبي موجودة دلوقتي على الشاشة، اتصلوا بيهم بسرعة عشان تكسبوا جايزة الحلقة 50% خصم وشامبو هيرتون، وكمان تدخلوا معانا السحب علشان تحضروا معانا حلقة لكل الناس اللي هتشتري كورس أناسيليوم. ناخد الأول تليفون ونرجع نكمل كلامنا. ألو، السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام، مين معانا؟ دكتور إياب، أنا سندس. سندس، صباح الفل. صباح العسل. قولي لي يا جميل، إحنا إيه بقى مشكلتنا مع بعض؟ مشكلتنا الدهون. الدهون، الدهون في الدم يعني ولا الدهون جسمنا؟ لا، في السمنه. في السمنه. قولي لي، طيب طولك قد ايه؟ وزنك، سنك؟ انا سني 45 سنه. تمام، اوكي. طولي 152 سنتي. تمام، طويله زي حالاتي عادي يعني، ما بيهمنيش. والوزن ده اللي جبار شويه. لا لا لا، ان شاء الله مع بعض ما فيش حاجه جبار. وزني 81. طب مش جبار قوي، ده انا اتخضيت قلت بقى دي هتقول لي 181. 182 مع 52 سنتي يعني 152 سنتي. طيب جاهزه ان انت تدخلي معانا حلقات التحدي والقوام الرشيق مع أناسيليوم؟ يا ريت، بس انا عندي مشكله ان انا ما عنديش
قوه اراده ان انا نكمل في ده. انا لا عايزه لا. تفجرني. لا لا لا، ما هي قوه الاراده اولا انك تتصلي بينا، ده معناه ان انت عندك اراده وعايزه تخسي، دي حاجه. قوه الاراده بتيجي منين؟ من التاثير اللي انت هتلاقيه. هتلاقي نفسك خسيتي، هتلاقي نفسك جسمك اتظبط زياده، هتلاقي نفسك ما تاثرتيش، ما جوعتيش، شعرك ما وقعش، مش هبطانه، ما جالكيش انيميا. كل ده هيديكي تحفيز وتشجيع ان انت تكملي معانا، وده اللي هيحصل مع اناسيليا. تمام معايا؟ مع حضرتك. بس طيب. العلم انا معايا، انا عندي سكر وباخد انسولين. طب حلو، كويس جدا، ربنا يعافيكي طبعا، لان حلقتنا النهارده زي ما بقول انا مكرسه الجزء الاكبر فيها للناس مرضى السكر، ودور كورس الاناسيليم في استقرار الحاله الصحيه ليهم، وان هو يفرق معاهم، لان السكر انت بتاخدي انسولين زي ما بتقولي، صح؟ انا ايوه. طيب تمام. السكر يا جماعه، المريض السكر بيبقى عنده طبعا اضطراب في هرمون الانسولين زي ما احنا عارفين، وبيبقى عنده مشكله ان هو بيجوع كتير، وده اللي هيسيطر عليه كورس الاناسيليم، انه هيملالي معدتي. بصي ده معلوش سكر، هو بنكهه الفانيليا وبخلاصه التوت والاناناس، فهو طعمه حلو. ده الاناسيليم، دي قشور السيليم يا جماعه، دي قشور السيليم، عشان كده بقول بتملى معايا المعده، بتخليني مش جعان، ودي مشكله مريض السكر. دي حاجه. الحاجه الثانيه والاهم، الجرين كوفي اللي موجوده معانا النهارده في كورس الاناسيليم بتثبت لي مستوى السكر في الدم، مضادات اكسده، ودي مهمه جدا لمريض السكر، بتثبت لي افراز هرمون الانسولين، او بتعمل كنترول لافراز هرمون الانسولين فبتسيطر عليه. النهارده مريض السكر بيقول لي انا جعان وعايزه اسيطر على اكلي، ايه اللي هينفعني؟ هينفعني جدا الاناسيليم كبسول اللي موجود معانا النهارده، والجرين كوفي وفيتامين كاتيكا، هيفرق معاه قوي في المناعه. عارفين ان اصحاب الامراض المزمنه زي السكر مناعتهم بتبقى ضعيفه، واحنا مش عايزينهم ان هم يصابوا باي امراض تانية، فكاتيكا فيتامين اللي موجود معانا في كورس النهارده هيزود لي المناعه طبعا، لوجود فيتامين كي، وفي كالسيوم طبعا ومغنيسيوم وفيتامين دي. فيتامين دي ليه دور مهم جدا جدا في المناعه، وليه دور مهم جدا جدا في زياده الحرق والقضاء على السمنه الموضعيه. فده بالنسبه لمرضى السكر. انا بدات الحلقه وقلت ان في استغاثه من ام جات لي علشان خاطر ابنها عنده سكر، وقلت لها مع كورس اناسيليم هنغير له اللايف ستايل بتاعه ونسيطر على السكر، وان شاء الله مع العلاج الدوائي الدنيا هتتظبط كتير. بس اهم حاجه اتصلي بالفريق الطبي او ابعت لهم واتساب، ولينك صفحه وان دايت هينزل دلوقتي علشان الكورس يوصلك، وعليه خصم 50% والشحن مجاني، تابعت الفريق الطبي كمان مجاني، وهتاخدي شامبو هيرتون هديه. طبعا احنا نسمع عن انواع كتيره جدا من الرجيمات، الصيام المتقطع، رجيم اللقيمات، رجيم الكيميائي، انواع كتيره جدا من الرجيمات. اشهرهم الصيام المتقطع اللي ناس كتيره جدا بتخس عليه، لان هو نظام مش غلط، ولكن اللي يقدر يصوم فترات حوالي 14 ساعة، البني آدم اللي بيقدر يتحكم شوية في قصة الجوع، ما بيجوعش خلال 14 ساعة. عشان كده جالي رسالة بتقول لي أنا عايزة أعمل نظام، أو حاولت أعمل نظام الصيام المتقطع لكن مش قادرة عشان بجوع، مع أناسيليم هتقدري، لأن أناسيليم هيظبط إفراز الإنسولين، هيظبط هرمون الكورتيزول، هيسبب السكر في الدم، هيقلل موضوع الجوع، هيزود الشبع، فهتقدري ان انت مع كورس اناسيليم تعملي نظام الصيام المتقطع اللي مسموح فيه بالمشروبات الشفافه الزيرو كالوريز، وهنا دور القهوه الخضراء، هتزود لي الحرق وهتعمل ترطيب للجسم وتزود المناعه، وكمان برضو هتثبت لي مستويات السكر في الدم. فنظام الصيام المتقطع للناس اللي بتخس عليه وعايزه تخس عليه، وهيدي تاثير حلو جدا، هيبقى ممتاز مع كورس الاناسيليم، علشان نقدر ان احنا نصوم ال 14 ساعه من غير ما ننقنق ونجوع في النص ونبوظ النظام. صوروا ارقام تليفون الفريق الطبي، اتصلوا بيهم، ابعتوا لنا واتساب علشان تداخل التليفونات، ولينك صفحه وان دايت ابعتوا لنا على الصفحه، وادخلوا على الصفحه هتلاقوا كل الاستفسارات اللي تخص الدايت والردود عليها، يعني الصفحه بصراحه يعني كافيه ووافيه كل الاسئله اللي تخص الدايت، وتقدروا عن طريق الصفحه وعن طريق ارقام التليفون تطلبوا كورس اناسيليم اللي هيوصلكم لحد البيت والشحن مجانا. واستغلوا النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق مع عيش حياتك وازاي نعيشها صح، وهنخس من غير حرمان مع اناسيليم. استنونا بعد الفاصل.
ورجعنا لكم مرة تانية وعيش حياتك وازاي نعيشها صح وهنخس من غير حرمان، وحلقة الرشاقة والقوام الرشيق النهاردة مع كورس أناسيليوم. صوروا أرقام الفريق الطبي بسرعة اللي موجودة على الشاشة، ابعتوا لنا واتساب أو اتصلوا فون ولينك صفحة وان دايت، ادخلوا عليها كومنتات كتير على البوستات اللي نازلة، وهنعمل سحب مع كل اللي اشترى كورس الأناسيليوم هيحضروا معانا حلقة راس السنة علشان نبقى كسبنا التحدي وكمان أثبتنا للناس كلها إن مع أناسيليوم هنخس ومن غير حرمان. كورس الأناسيليوم موجود معانا النهارده، كبسولات الأناسيليوم، القهوة الخضراء، كاتيكا فيتامين، كريم شد الترهلات، وكمان عليه خصم 50%، شحن مجاني، متابعة الفريق الطبي مجاني، وشامبو هيرتون هيوصلنا مجانا لحد البيت. لينك صفحة وان دايت هينزل مرة تانية علشان تدخلوا على الصفحة. بقول كومنتات كتير على البوستات، هنعمل سحب مع كل اللي اشترى كورس الأناسيليوم علشان يحضروا معانا حلقة التحدي على راس السنة بإذن الله. النهاردة هنعيد مرة تانية الأناسيليوم وقشور السيليوم بتخلينا نخس ليه، علشان بتقوم بدور بالون المعدة. أنا كل شوية أزود المية تتقل، أزود المية تتقل، ده اللي بيحصل في معدتي. ونكهة الفانيلا والأناناس والتوت، يعني مش محتاج ان انا احط سكر وادخن زيادة، دي قشور السيليوم، هي دي اللي بتشتغلي بدور بالون المعدة وبتملالي معدتي وبتقضيلي على موضوع الجوع اللي بيحصل خلال اليوم وتخليني اكل كتير. قشور السيليوم مهمة جدا، وهي دلوقتي الاختيار الاول عند اي حد عايز يخس ومشكلته مع الجوع وان هو عمال ينقنق طول النهار، لازم ياخد كبسولات الأناسيليوم. وعايزاكم كلكم النهاردة تاخدوا عرض الحلقة 50%. بس كده لا، القهوه الخضراء مشروبي يا جماعه، هي ممكن بقى ما تبانش قوي بس اهي القهوه الخضراء من الحوارق اللي مهم جدا جدا ان احنا ناخدها علشان تعمل ديتوكس، تنقيه الجسم من الشوائب السموم، اسفه، تنقيه الجسم من السموم، ديتوكسيفيكيشن. مهم جدا ان كل واحد فينا يعمل ديتوكس لجسمه كل شهر 3 او 4 ايام لو هو مش ماشي على نظام حياه صحي، لكن احنا بنقول ايه؟ عايزينه يمشي على نظام حياه صحي وياخد القهوه الخضراء تعمل ديتوكس، تزود المناعه، تظبط لي مستوى السكر في الدم، الكوليسترول، تمنع تكتل الدهون وتزود لي الحرق، وعلى فكره طعمها حلو جدا. اهي في انواع كتير الناس بتتضايق منها، لكن مع كورس أناسيليوم فعلا بتزود الحرق، يعني الحاجات دي بتاعتي انا بشربها يعني خلال الحلقه وبره الحلقه كمان. يبقى اول حاجه قلنا قشور السيليوم اللي بتزود لي الشبع وبتزود بتملالي المعده علشان خاطر ما اقعدش اكل عمال على بطال، والقهوه الخضراء، ودي النهارده في حلقه الرشاقه والقوام الرشيق مع أناسيليوم. مش بس كده، معانا فيتامين كاتيكا، فيتامين كاتيكا مسجل ومرخص طبعا من وزاره الصحه، وكمان في فيتامين د عشان السمنه الموضعيه ونقص فيتامين د، في فيتامين كي عشان المناعه، كل ده معانا كريم شد الترهلات علشان ما نقولش انا خسيت وعندي سيليوليت وكرش وجناب، وكل ده مع كريم شد الترهلات هيحفز لي انتاج الكولاجين، هيشد الجلد، هيقوي الجلد، وهيخلي المنظر احسن كتير. وكل ده هيوصلنا لحد البيت والفريق الطبي هيتابعنا وناخد خصم 50% وشامبو هيرتون عشان التساقط وضعف الشعر. صوروا ارقام الفريق الطبي ضروري وكلمونا النهارده عشان تاخدوا عرض حلقه الرشاقه ولينك صفحه وان دايت دلوقتي. جالي رساله في الفاصل، اتصرفي انا عايزه اخس قبل العيد، يعني قدامي حوالي 3 اسابيع. طبعا كل سنه وكل اخواتنا الاقباط بخير يا رب ودايما كده في سعاده وهنا. فهي بتقول لي انا عايزه اخس قبل العيد، عندي اقل من 3 اسابيع، انا 78 كيلو وطولي 163 وعندي 28 سنه. طب ايه رايك بقى ان قبل العيد ال 78 كيلو دول ممكن يبقوا 68 واقل كمان؟ شفتي بقى أناسيليوم هيعمل ايه؟ يعني ال 78 كيلو اللي مزعلينك دول قبل العيد هيبقوا اقل من 68. بس اتصلي على ارقام الفريق الطبي وابعتي لنا واتساب ولينك صفحه وان دايت علشان تحضري العيد وتبقي في احلى اشكالك طبعا وفي احلى صوره. طب احنا ناخد مدام صفاء علشان دي مفاجاه النهارده من مفاجات الحلقه. الو مدام صفاء. الو. ايوه اهلا. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ انا بشكرك جدا 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 على الفرصه والله. شفتوا المفاجاه بقى، قلت لكم دي احد مفاجات الحلقه النهارده. مدام صفاء قولي لي بقى تجربتك معانا، انت اخذتي كورس أناسيليوم؟ انا اتخذت الكورس، اتصلت بالفريق الطبي وصراحه يعني ناس جميله جدا وبيساعدونا في حاجات كتير قوي، وخسيت 4 كيلو في 3 اسابيع. طب حلو، قولي لي بقى بدون اي تاثير في الجسم. انت عندك كام سنه؟
انا عندي 41. 41، ايوه. لان لسه بقى عايزه اكد عليكي، هل حسيتي ان انت همدانه، هبطانه، انيميا؟ لا اي حاجه، ولا اي حاجه، حاجه طبيعيه جدا. وخدتها وشعرت ان انا شبعانه كده، ولا فكرت لا في جوه ولا في اي حاجه. حلو جدا، مش حاسه ان انت بيجيلك نفس انك تاكلي اي اكل او حاجه؟ لا, لا, لا الدنيا لا كويسه، ما فيش اي حاجه من دي خالص. طيب حلو بقى، انا بشكر حضرتك. انت بقالك معانا 3 اسابيع. ايوه. طيب انا عايزاكي النهارده يعني ياخدوا اسمك بقى في الكنترول عشان تدخلي معانا السحب للناس اللي هتحضر معانا ان شاء الله. ان شاء الله انت طالما اخدتي معانا كورس اناسيليوم تبقي من الناس اللي هتدخل السحب. انا قلت كل اللي هياخدوا الكورس بتاع اناسيليوم هيدخلوا عشان يحضروا معايا حلقه باذن الله. وعايزاكي كمان لما الكورس يخلص تاخدي القهوه الخضراء. القهوه الخضراء هتزود معاكي الحرق اكتر واكتر، وكمان هتخلي جسمك افضل وتثبت السكر والكوليسترول والدهون، ومش هتشعري بقى لا بهمدان ولا اي حاجه، لان هي مضادات اكسده. بالعكس ده هتنقي جسمك من اي سموم وهتزود لك المناعه كمان. نورتينا مدام صفاء. صفاء ومبسوطه جدا ان انت كلمتينا. شفتوا بقى، انا قلت دي من احد مفاجات الحلقه النهارده. مدام صفاء اشترت مننا الكورس بقى لها 3 اسابيع، وهي عندها 41 سنه يعني لسه شباب، مش هقول غير كده. وقالت معانا، والاهم مش بس انها خست، لا يا جماعه بتقول لكم مش حاسه باي مشكله في جسمي، حاسه ان جسمي ما فيهوش مشكله، ولا اتاثرت ولا انيميا ولا تعبت ولا اي حاجه. وده ضمن حلقات التحدي بتاعتنا اللي قلنا هنتحداكوا هتاخدوا كورس اناسيليوم وهتخسوا من غير حرمان، وهتبقوا افضل، وكمان هنحطكم على التراك ان انتوا ازاي تعيشوا حياتكم صح وتكملوا بعد كده. بس المهم صوروا ارقام الفريق الطبي اللي هتنزل لكم دلوقتي، ولينك صفحه وان دايت علشان تدخلوا عليها، علشان خاطر تدخلوا معانا السحب. كل الناس اللي اشتروا كورس الاناسيليوم كومنتات كتير كتير على الصفحه علشان خاطر تدخلوا معانا السحب. مدام صفاء كانت من ضمن الحالات اللي تابعت معانا، وهنشوف دلوقتي صور حالات حقيقيه خست معانا برضو عشان اهو بالبراهين والادله وكل المستندات علشان تبقوا موجودين. شوفوا كده اول صوره معانا. طيب معانا احمد. احمد خس كله يا جماعه بنقول من شهرين لثلاثه، من شهرين لثلاثه، عشان تعرفوا ان الاستمراريه مهمه، علشان اللي تخناه في شهور كتيره وسنين مش هيخس في اسبوع. احمد خس معانا 22 كيلو لسه مكمل، واظن واضح جدا جدا من اللبس والكرش اللي بيضايق كمان في النفس مش بس المنظر. احنا بنقول عايزين نخس عشان شكلنا يبقى حلو، وكمان علشان صحتنا تبقى افضل. فاحمد في اقل من 3 شهور خس 22 كيلو مع اناسيليوم. صوروا الارقام بسرعه عشان تلحقوا عرض الحلقه النهارده، ونشوف صوره ثانيه مع حالتنا اللي مكمله. واضح جدا جدا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى خس معانا 38 كيلو، 38 كيلو طبعا كان اوفر ويت، عنده وزن كتير جدا زياده، خس معانا في اقل من 3 شهور بالمنظر اللي انتم شايفينه عن طريق كورس الاناسيليوم ومتابعه الفريق الطبي. البنوتات الحلوين بقى بدات الصور تنزل، وادي نرمين اللي خست معانا 24 كيلو ولسه مكمله مع اناسيليوم ومع الفريق الطبي. دي حالات كتير طبعا شايفين دلوقتي. آية خست معانا 32 كيلو في أقل من 3 شهور. دي آخر صورة معانا لكل الناس اللي دخلت معانا التحدي ومع كورس أناسيليوم. فريق الطبي تابع معاهم الكورس، وصلهم لحد البيت، وخصم 50% الكورس، وكمان المتابعة على طول على طول، وواضح طبعا النتيجة قدامكم عاملة إزاي. زي ما بقوله كل مرة أكرر، مفيش دكتور معاه عصاية سحرية، مفيش حاجة سحرية، علشان اللي تخناه في سنين محدش يجي يقول لي أنا بقالي 5 أيام ومش حاسس بأي فرق. مفيش حاجة هتقل في يوم وليلة، لكن تابع مع الفريق الطبي علشان تخس ويبقى فيه صحة، تخس وجسمك ما يتأثرش. ده يتحقق إمتى؟ مع أناسيليوم ومع الفريق الطبي اللي بيتابع معانا على طول. لسه قبل الحلقة كنت بتكلم في حاجة، ودي فايدة الفريق الطبي لبرنامج عيش حياتك وكورس الأناسيليوم. مش كل حد يتكلم في الطب، ومش كل حد يتكلم في التغذية، ومش كل حد مش متخصص فجأة قرر ان هو يبقى ميديكال، ما ينفعش. عشان كده لما بقول في فريق طبي متخصص يقدر يتابعك علشان ما يحصلش خلل في حاجة، ما نخسش وبعد كده نيجي نشتكي ونقول جسمنا اتأثر. طب انا معايا رسالة تانية. وزني زاد جدا جدا، وصل 98 كيلو، حاولت مع الصيام المتقطع، وده اللي انا قلته قبل الفاصل عشان تتابعوا معانا، بجوع جدا جدا ومش قادره اكمل، طولي 162 وعندي 33 سنه مع اناسيليوم. الكورس البيرفكت والمناسب والايديال والفيرست تشويس، جايبه لكم بكل اللغات او كل المصطلحات، للصيام المتقطع. لان الناس اللي بتجوع كتير ومش بتقدر تسيطر على نفسها في موضوع الجوع ما ينفعش تعمل صيام متقطع، ومش بتقدر وبتمل. مع الاناسيليوم هتقدر تعمل صيام متقطع لانه هيقفل معاك موضوع الجوع. اهو تاني،
قشور السيليوم لبالون معدة، علشان كل ما بشرب مية كل ما بتزيد في السمك، كل ما بشرب مية كل ما بتزيد في القوام، فبتملالي المعدة وبتخليني مش عايزة آكل، شبعانة. ومش بس كده بتثبت مستوى السكر في الدم. قهوة الخضرة كان نفسي أبينها لكم، بس يعني ممكن يجيبوها من فوق. القهوة الخضرة من الحوارق، الحاجات اللي بتزود المناعة، مضادات الأكسدة، بتثبت لي مستوى السكر والإنسولين للناس اللي عندها سكر. وقلت إن النهاردة الحلقة فيها جزء كبير جدا لمرضى السكر، الناس اللي عندها مشكلة في إنها بتجوع كتير علشان عندها السكر، مستويات السكر مش مظبوطة. تاني حاجة أو الحاجة الأساسية بعد العلاج الدوائي اللايف ستايل، وإن إحنا نخس، وده مهم جدا، وده دور القهوة الخضراء. فيتامين كاتيكا، كريم شد الترهلات 50%، بشجعكم هيوصلكم لحد البيت، وهتاخدوا شامبو هيرتون مجانا هيوصلكم لحد البيت. طيب عشان ما ننساش السن الكبير، والدي عنده 69 سنة، وزنه وصل 108 كيلو، عنده سكر أهو، وبيحب الأكل قوي، والسكر ملخبط جدا جدا وسبب له قدم سكري. السكر من الأمراض المزمنة، وآخر إحصائيات بتقول إن أنا عندي 12 مليون إن ما كانش أكتر مريض سكر في مصر. فنعمل إيه؟ طالما السكر لخبط ووصل بيه إن هو فيه قدم سكري، لازم أكنترول السكر طبعا مع دكتور الغدد الصماء والبطنة، أظبط السكر وأظبط اللايف ستايل. وزني لازم يقل، لازم أغير من طبيعة أكلي. مع أناسيليوم هقدر أسيطر على الأكل، هقدر أسيطر على الجوع العاطفي، هقدر أسيطر على النهم للحلويات. ودي مشكلة مريض السكر، إنه بيبقى عنده نهم، انه ياكل حلويات كتير عشان اضطراب الانسولين. مع القهوه الخضراء وقشور السيليوم اللي موجوده في اناسيليوم، هتكنترول النهم اللي للحلويات، فهقدر ان انا اسيطر على السكر. يا ريت تصور ارقام الفريق الطبي وتدخل على الواتساب، هيوصلك كورس اناسيليوم لوالدك لحد البيت، مناسب جدا وامن، مفيش مشكله، مسجل ومرخص من وزاره الصحه. تاني لينك صفحه وان دايت نزل قدامكم، ادخلوا كومنتات كتير علشان تدخلوا معانا السحب الكل اللي اشترى كورس الاناسيليوم عشان يحضر معانا حلقه راس السنه. طب عندي سؤال تاني، انا والده من سنه، جسمي اتبهدل خالص، وصلت 93 كيلو، وانا طولي 162، عندي 29 سنه، كنت 70 قبل الحمل، اعمل ايه؟ طيب حلو جدا ان انت والده بقالك سنه، ده معناه ان البيبي مش بيعتمد فقط على اللبن، على الرضاعه، تقدري تخسي بمنتهى الامان، والكورس هيبقى فعال جدا جدا بالنسبه لك. انت 93 وكنت 70 قبل الولاده وقبل الحمل، سهل جدا ان انت توصليهم. كلنا تخنا في الحمل والولاده ورجعنا خسينا مره تانية، انت مش حاجه طفره يعني، لا كلنا كده، بس اهم حاجه تظبطي اكلك وتظبطي مع كورس اناسيليوم. الفريق الطبي هيقول لك دلوقتي الكورس المناسب ليكي علشان خاطر تخسي، وهتخسي على فكره ما تقلقيش، زي ما بقول كلنا سبقناكي في قصه الحمل والولاده وزياده الوزن، فدي مش حاجه طفره يعني. فتقدري ان انت تنزلي ال 20 كيلو دول، وان شاء الله في اول شهر مش اقل من 12 كيلو هتخسيهم لو مشيتي على التعليمات اللي الفريق الطبي بيقولها لك. يا جماعه كله يتصل النهارده اناسيليوم، لازم كل الناس تاخد الخصم، ومش بس عشان كده، علشان صحتكم تبقى افضل. داخلين على الشتاء، داخلين على الاعياد، داخلين على الكريسماس، عايزين نلبس حلو، عايزين شكلنا يبقى حلو، والاكتر عايزين صحتنا تبقى افضل، وده غرضي الاساسي، مش بس ان احنا عايزين نبقى رفيعين عشان نلبس، لا، عايزه صحتي تبقى افضل، وده هيتحقق مع كورس الاناسيليوم اللي هيديني شبع، اللي هيسيطر على الجوع، هيدي سكر منتظم، كوليسترول منتظم، مناعه، يقوي لي المناعه، يعوض لي نقص فيتامين د اللي بيسبب لي سمنه موضعيه، هيزود لي المناعه لوجود فيتامين ك، هيعالج لي الام العظام علشان في كالسيوم في فيتامين كاتيكا. فالناس طبعا اللي عندها مشاكل في العظام في فيتامين دي وفي كالسيوم، الاثنين مع بعض هيسيطروا لي على الام العظام. يعني كورس متكامل، كورس متكامل، ومش بس كده، زي ما بقول هيوصلك لحد البيت، والفريق الطبي هيتابعك مجانا. عشان كده بقول يا جماعه استغلوا الفرصه، وفعلا النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق مع الجرين كوفي الساحر بقى، الجرين كوفي ده، واظن كلنا نسمع عن القهوه الخضراء وازاي بتحرق وازاي بتبقى ديتوكس وازاي بتنقي الجسم من السموم. دي حقيقه تفرق قوي 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 في المناعه وفي تنقيه الجسم من السموم، وبتحس ان جسمك خفيف. يعني اول ايام هتبدا تاخدها هتلاقي نفسك بتدخل الحمام كتير، ليه؟ ده اللي بقوله ديتوكسيفيكيشن، ليه؟ بتنقي الجسم من السموم، وبعد كده تبدا تلاقي نفسك بني ادم مرتاح، ما عندكش اضطرابات في القولون، ما عندكش اضطرابات في المعده، مش حاسس بهمدان عشان بتثبت الانسولين
والكوليسترول، ما بتعملش اي مشاكل من اللي بيسببها اي كورسات تانية بتاعه تخسيس طبعا عشوائيه. ارجوكوا بلاش تجروا ورا الحاجات العشوائيه، وبلاش تجروا ورا الناس اللي مش ميديكال، لان ده طبعا بيأثر جدا جدا. طيب ادي رساله تانيه. امي عندها 65 سنه، وزنها 102 كيلو، وعندها مشاكل في الكوليسترول والقلب، وده اللي انا كنت بقوله، انا سيليام والقهوه الخضراء. سن يعني زي ما بقول، ما حدش يقول لي انا عندي 50 عندي 60 عندي 70، سن مجرد رقم، ودي مش كلمه على فكره، دي حقيقه. ما ينفعش اقول انا عجزت لاني مش عاجز. عجزت يعني عاجز، ومحدش فينا عاجز. اقدر مع كورس انا سيليام ان انا اخسس والدتك باذن الله ال 102 دول يبقوا 80 كيلو في اقل من 3 شهور، يبقوا كويسين جدا على سنها، واقل من 80 كيلو كمان. هيظبط لها القلب، هيظبط لها الدهون والكوليسترول، هيظبط لها نسبه السكر، هيظبط لها الام عظمها. ما هو 65 سنه يا جماعه مع الوزن الثقيل ما بيقدروش يمشوا حرفيا، والركب بتبقى وجعاهم، لان ده كله حمل على الغضاريف اللي بتبقى موجوده بين المفاصل، اللي هي المخدات اللي بتبقى موجوده بين المفاصل. مع انا كل ده هيتحل. الأطفال، الكبار، الستات، الرجالة، كل الناس هيلاقوا حلهم مع كورس أنا سيليام. بسرعة صوروا الأرقام اللي موجودة معانا على الشاشة عشان نلحق كمان ناخد بقية الاتصالات، وعندنا أسئلة فيسبوك، وعندنا فقرة المطبخ، عندنا حاجات كتيرة قوي قوي في حلقة الرشاقة والقوام الرشيق. وزي ما بقول، مع كورس أنا سيليام احنا هنخس من غير حرمان، وهناكل كل اللي في نفسنا، ومش هنتحرم من حاجة، وجسمنا مش هيتأثر، ومناعتنا هتتقوى. كل ده عن طريق كورس الأناسيليوم. هعيده معاكم تاني علشان الناس اللي ما تابعتناش من الأول. احنا في عيش حياتك ازاي نعيشها صح ونخس من غير حرمان مع كورس أناسيليوم. كورس مسجل ومرخص من وزارة الصحة. أرقام الفريق الطبي موجودة معاكم على الشاشة، 24 ساعة متابعين معاكم، وكمان واتساب، وكمان لينك صفحة وان دايت هينزل دلوقتي. أنا سيليام أو قشور السيليام، بالون المعدة اللي بتملالي المعدة وتزود الحرق وتثبت لي نسبة السكر في الدم والإنسولين. هنخس مع أنا سيليام كبسول. مش بس كده، النهاردة كورس أنا سيليام فيه القهوة الخضراء جرين كوفي، للناس اللي على طول تسمع عنها، القهوة الخضراء من الحوارق، القهوة الخضراء اهي اللي انا بشربها على طول، وموجودة طبعا كبسولات من الحوارق، تزود المناعة، ثبت لي السكر، ثبت لي الكوليسترول، تعمل انتظام في وظائف القلب، وكمان تعمل ديتوكس لانها موجود فيها مضادات اكسده، بتحميني من الاصابة بالامراض الخطيرة اللي بتسبب اكسدة الخلايا، زي طبعا الكانسر ربنا يعافينا. فيتامين كاتيكا، وهو من احد مكونات كورس انا سيليام، الفيتامين المسجل ومرخص من وزاره الصحه، اللي فيه فيتامين د وكاف والكالسيوم والمغنيسيوم، مهم قوي قوي ان انا اخده عشان السمنه الموضعيه بنقص فيتامين د. عندي كريم شد الترهلات علشان السليوليت ومشاكل الكرش والارداف، كريم شد الترهلات فيه كافيين هيحفز انتاج الكولاجين، هيشد الجلد، كل ده هيوصلك مجانا لحد البيت، ومتابعه الفريق الطبي، وكمان خصم 50%، وشامبو هيرتون هيوصلك لحد البيت مجانا. استغلوا النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق يا جماعه. بتبسط قوي من الناس اللي بعد الحلقه بلاقي فلو في التليفونات وواتساب، وبيجيبوا الكورس وبيمشوا عليه. واي حد بيبعت لنا ويقول لنا على اي مشكله، اي حاجه مش فاهمها، اي طريقه استخدام، اي عرض، على طول الدكاتره بيتابعوا معاه وبيرجعوا يتصلوا بيه تاني. وده حصل بالفعل، علشان الناس اللي بتشكك او الناس مثلا اللي بتبقى مقلقه، لا فعلا كل واحد بيتصل بالارقام اللي موجوده، بيتابع معاه دكتور متخصص، وبياخد منه الفايل بتاعه، بيعمله فايل وبياخد الداتا بتاعته، ولما بيبقى عندهم اي مشكله، ودي ناس فعلا رجعوا لي وانا وصلتهم بالفريق الطبي لبرنامج عيش حياتك، بيرجعوا يكلموهم وبيقولوا لهم حل اي مشكله بتقابلهم. وهنا مصداقيه كورس الانا سيليام. هنطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية مع وجبه غذائيه صحيه متكامله العناصر وقليله السعرات الحراريه، ازاي هتشوفوها بعد الفاصل. تعالوا بقى معايا علشان خاطر الفقرة دي فيها حاجات كتيرة قوي قوي، عايزة كل الناس تركز فيها، اللي عايز يخس يركز فيها، اللي عايز يعرف وجبة هيتفاجئ انها سعراتها قليلة يركز فيها، اللي عايز يعرف ازاي يعيش صح مع كورس انا سيليام يركز فيها. ربع ساعة بقى مكثفة كده دلوقتي، ركزوا معايا. والاول صوروا ارقام الفريق الطبي اللي موجودة لعيش حياتك وكورس الانا سيليام، وهنخس من غير حرمان، ولينك صفحة وان دايت هينزل دلوقتي، كله يدخل على صفحة وان دايت، كومنتات كتير، اشتروا كورس الانا سيليام النهاردة هيوصلكم بخصم 50%، وكل اللي هيشتريه هيدخل معانا السحب علشان يحضر معانا حلقة راس السنة.
كل ده النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق. وقفلكوا في المطبخ النهارده علشان عندنا وجبه هتتفاجئوا ان الوجبه دي قليله السعرات الحراريه. ازاي بقى؟ شيف عمر النهارده تحفنا ببطاطا. هي البطاطا بتخسس؟ البطاطا سعراتها الحراريه مش زي ما انتوا بتقولوا وظالمينها، هتخسس مع كورس الاناسيليوم عشان احنا غشينكوا وحاطين لكم في الكريمه بتاعتها قشور السيليوم زي ما احنا متعودين. افكركم تاني بقشور السيليوم اهي، شفتوا زادت ازاي خلال الحلقه؟ انا كل شويه ازودها ميه، كل ما ازودها ميه كل ما تزيد في القوام، علشان خاطر تعرفوا ان دي بذور قشور السيليوم، دي بالون المعده، دي بالون المعده يا جماعه، علشان خاطر كل الناس اللي بتحس بالجوع وبتحس انها عايزه تاكل كتير، انا سيليوم وكبسولات انا سيليوم اللي فيها قشور السيليوم هتقضي لي على موضوع الجوع ده. طب والقهوه الخضراء اللي انت عماله تشربي فيها؟ النهارده معانا القهوه الخضراء جزء لا يتجزأ وجزء مهم جدا من كورس الاناسيليوم، هيزود لي المناعه، هيخسسني، هيزود لي الحرق، هيثبت مستوى الانسولين والكوليسترول وكمان مضادات اكسده علشان خاطر الامراض الخطيره طبعا اللي بتسببها الشوارد الحره اللي حوالينا، وكمان مش هنسى فيتامين كاتيكا علشان المناعه ونقص فيتامين د، كريم شد الترهلات، كل ده النهارده عليه خصم 50%، هيوصلنا لحد البيت وشحن مجاني ومتابعه فريق طبي مجاني، تاخدوا شامبو هيرتون مجاني، واستنونا بعد التليفون عشان هنعمل وصفه النهارده البطاطا بالبشاميل والمكسرات وكلها قليله السعرات هشرحها لكم، بس ناخد ابو السعود الاول. الو الو. ايوه ايوه ابو السعود معاك. اخبارك يا دكتور؟ تمام زي الفل. هو انا عندي كان استفسار كده. معاك امرني. هو انا طولي 171، تمام، وزني 125.5، تمام ونص، عندي 23 سنه وانا قربت اكمل 24. اوكي تمام. فانا كان عندي مشكله كبيره في حوار الوزن ده، وان انا مش بعرف. طب انت حاولت تخسس نفسك قبل كده؟ حاولت تخس؟ والله يعني بأدوية ما بكملهاش عشان ما بجيبش معايا نتيجة. لا طب بص بقى، حلو جدا، احنا النهاردة التحدي بتاعنا، التحدي بتاعنا ان انت هتدخل معانا حلقة الرشاقة والقوام الرشيق، اه راجل بس هتخس معانا، وهدخلك معانا بقى التحدي انك تخس مش اقل من 15 كيلو في الشهر مع كورس الاناسيليوم. اتصل بالفريق الطبي وخد ارقامه دلوقتي، هيوصلك الكورس لحد البيت مجانا، وكمان الفريق الطبي هيتابعك وهتخس مش اقل من 15 كيلو مع الاناسيليوم ومع القهوه الخضراء ومع فيتامين كاتيكا وكريم شد الترهلات، الاربعه دول مع بعض هيقللوا وزنك جامد. انت ممكن تكون كنت بتزهق علشان مش بتلاقي نتيجه، لكن مع متابعه الفريق الطبي زي الحالات اللي شفناها كصور وزي مدام صفاء اللي اتصلت هتلاقي نتيجه. انا عايزه بس قبل ما نلحق ناخد اسئله الفيسبوك، شوفوا معانا الوصفه النهارده البطاطا اهي، بصوا البطاطا بيوريه احنا عاملينها سلقينها عادي جدا جدا ومعموله بيوريه او مهروسه، والمكسرات اللي مش مملحه ومش محمصه زي ما احنا متفقين اهي، والقشور السيليوم او بذور الشيا زي ما احنا متعودين، والكريمه بتاعتنا اللي احنا برضو غشينكم وحاطينها فيها. احنا كل اللي هنعمله واحنا بناخد الاسئله كده ان احنا نعملها على الهواء، طبعا يعني هم دبسوني في الموضوع ده بس يلا مش مشكله. احنا معانا اسئله فيسبوك هتنزل دلوقتي. بصوا زي ما بقول كورس الاناسيليوم احنا بناكل كل اللي في نفسنا وبنعمل كل اللي في نفسنا علشان خاطر محدش يجي يزهق في الاخر. هناخد دلوقتي اسئله الفيسبوك يا جماعه موجوده معانا. انا عندي 32 سنه، فرحي على ايدي الصغير، وزني 89 وطولي 161 يا وفاء. بصي بقى يا استاذه وفاء علشان تبقي اخده بالك، علشان كل واحد يدخل يقول لي تحدي وانا بتحداكي، بس العيد الصغير يعني احنا قدامنا اربع شهور او اكتر، فهتقلي هتقلي انت 89، هتقلي اكتر من يعني نقول 30 كيلو في الثلاث اربع شهور دول، وهنبقى قد التحدي معاكي ومع كورس اناسيليوم. اول حاجه صوري ارقام الفريق الطبي وادخلي على لينك صفحه وان دايت علشان خاطر تشاركي معانا مع كل اللي اشتروا كورس الاناسيليوم. يا جماعه اهو انا بقول كل الناس تشتري كورس الاناسيليوم هتحضر معايا حلقه راس السنه. شايفين بقى البطاطا؟ البطاطا دي مظلومه وفيها سعرات اقل من البطاطس، ها عشان تبقوا عارفين. تاني سؤال، عندي سكر وده التوبيك الاساسي بتاع حلقتنا النهارده. ريم بتقول عندها سكر من وهي طفله، عندها 8 سنين وهي دلوقتي عندها 22 سنه، بتحب الاكل وبتلخبط جدا في الاكل فبيلخبط جرعات الانسولين لان طبعا السكر مش متظبط ودي المشكله.
وزنها وصل 92 وطولها 164، والدكتور قال لها لازم تخس. طبعا لازم تخس يا ريم، اولا سنك صغير. المشكله الاكبر هنا بصوا، ادي المكسرات مش محمصه ومش مملحه، كان المفروض اخلطها بصراحه بالبطاطا بس مش مشكله، كله بيتاكل. دلوقتي مريض السكر زي ما قلت مع العلاج الدوائي لازم يا جماعه اللايف ستايل الصحي، مع العلاج الدوائي لازم اللايف ستايل الصحي، ده شيء مهم جدا جدا. فهنا ريم هتاخدي كورس الأناسيليوم، هتكلمي الفريق الطبي علشان خاطر يديك الكورس المناسب لمرضى السكر ويظبط معاكي موضوع الاكل، لان زي ما بقول هو غصب عنك يا حبيبتي مريض السكر بيبقى عنده نهم طبعا لاكل الحلويات. طبعا انا ضحكت عليكم في البطاطا وحطيت في البطاطا وهي بتتعمل بيريه، حطيت طبعا قشور السيليوم زي ما احنا متعودين علشان خاطر اللي ياخد حته صغيره يشبع، يعني ايه ما ياخدش كتير، ونقلل السكر فيها على قد ما نقدر خالص، هي اصلا سويت بوتيتو يعني مسكره، وطبعا هنحطها بعد كده في الفرن هتستوي اهي، احنا عندنا النسخه الجاهزه طبعا تقدروا ان انتوا تشوفوها، ودي هنحطها في الفرن بعد كده علشان خاطر كل الناس تدوقها وتعرف ان احنا بنقدر نعمل ايه اكلات ووجبات غذائيه متكامله العناصر وكمان قليله السعرات. يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه انتم مش اخدين بالكم منها، بصوا دلوقتي ده الشكل اهو بعد ما طلعت من الفرن، هي بتاخد وش طبعا تحمير من فوق، وهي بتبقى بطاطا وقرفه ومكسرات على قد ما نقدر، زبيب، كل الحاجات دي. البطاطا مظلومه معانا لان هي سعراتها قليله، مش زي ما انتم فاكرين دي اقل كمان من البطاطس، عشان كده عملناها لكم النهارده. النهارده حلقه الرشاقه والقوام الرشيق، وادي مشروباتي انا اللي بطلع بيها على الهوا زي ما انتم متعودين، مع كورس أناسيليوم، قشور السيليوم، بالون المعده اللي بتملالي المعده، اللي بتزود لي من الشبع، اللي بتقلل موضوع الجوع، اللي بتثبت لي مستوى الانسولين علشان مرضى السكر. والنهارده حلقتنا، اللي ما شافش الحلقه يشوف الاعاده كمان ساعه ويشوف الحلقه، لان هي فيها توبيك مهم جدا وهو خاص بالسمنه عند اصحاب مرض السكر، وازاي يخسوا وازاي وزنهم يقل، وازاي مع كورس أناسيليوم هنسيطر على استقرار حالة السكر في الجسم. مع كورس أناسيليوم 4 في 1، 5 في 1، 6 في 1، زي ما انتوا عايزين تسموه، ولكن الأهم ان انا بخس من غير حرمان، بخس وجسمي مش بيتأثر، عندي فريق طبي بيتابعني، ودي حاجة مهمة قوي، وده اللي انا بقوله كل مرة أكد عليه، فريق الطبي اللي بيتابعك ده مهم قوي. شحن مجانا وهتاخدوا خصم 50%، وشامبو هيرتون كمان هيوصلكوا مجانا النهارده هدية الحلقة. عايزاكم تخشوا كلكم على صفحة وان دايت، كل اللي هيشتري كورس الأناسيليوم النهارده هيدخل معانا السحب وهيتحضر معانا حلقة راس السنة. عشان كده بقول النهارده يا جماعة الحلقة فيها مفاجآت كتيرة قوي، ومن ضمنها السحب للناس اللي هتشتري الكورس عشان يحضروا معايا الحلقة، وخليكم تطبخوا بقى مكاني بدل ما أنا طبعا عمالة إيه أجتهد بالطريقة دي ومطفشة شيف عمر من معايا يعني. فالمهم النهارده حلقة الرشاقة قوام الرشيق، كان معانا حالات حقيقية، صور الحالات نزلت، مدام صفاء كلمتنا علشان خاطر نأكد لكم إن مع أناسيليوم هنخس هنخس، وقبلنا التحدي ومكملين. النهاردة قبلت تحدي اللي عايزة العيد بعد 3 أسابيع، اللي فرحها على العيد الصغير، وكمان كل الناس سواء كبير سواء صغير. ولسه معانا أسئلة تانية، تعالوا كده نبدأ ناخد أسئلة تانية برضو اللي جات لنا في الفاصل على الصفحة. عملت دايت كتير والمحصلة شعري بيقع وهالات سودة وجسمي على طول هبطان وهمدان. ده دور الكاتيكا، ده دور فيتامين كاتيكا، ودور كورس الأناسيليوم، ودور القهوة الخضراء، وده اللي بيزهق الناس من ان هي تستمر في الدايت. انا متضايق ان انا بهمد، ان انا بهبط، ان انا جسمي بيتأثر، انا بيجيلي انيميا. الستات طبعا شكلها بيفرق معاها جدا، شعرها بيفرق معاها جدا، مع أناسيليوم مفيش كل ده، هتخسي. وزي ما انا كده بوريكم على طول اهي القهوه الخضراء اهي اهي يا جماعه، يعني انا بقول نشرب ميه، نشرب قهوه خضراء، المشروبات الشفافه اللي بتنفع مع الصيام المتقطع اللي تخسس. القهوه الخضراء معانا النهارده في حلقه الرشاقه، مهم قوي قوي، هتفرق معاكي علشان انت متضايقه من ان شكلك بيتاثر. دي مضادات اكسده، يعني ايه؟ يعني بتضاد كل الشوارد الحره اللي بتاثر في جسمك وبتاثر على صحتك العامه. فمع أناسيليوم
قشور السيليوم هتفرق معاكي في قصه الاكل، لكن انت مش متضايقه من الجوع قد ما متضايقه من شكلك. ده فيتامين كاتيكا هيظبط معاكي موضوع الشكل جدا، موضوع الشعر اللي بيتساقط عشان نقص فيتامين دي هيظبط مع القهوه الخضراء كمضادات اكسده. خدي كورس الاناسيليوم عشان تحضري معانا الحلقه وتدخلي السحب كمان علشان حلقه راس السنه يا جماعه. طبعا في كل الناس عايزه تخس، كل الناس عايزه جسمها يبقى احسن. طبعا جاي لي سؤال برضو، ايه هو بقى هل اليوم الفري مفيد وبيزود الحرق؟ مفيش حاجه اسمها يوم فري، دي وجبه فري، وجبه فري، وجبه واحده بس فري يا جماعه في وسط الاكل، وبتكون محسوبه السعرات الحراريه مع الفريق الطبي. ارجوكوا خدوا تليفونات الفريق الطبي وصوروا الارقام علشان مفيش حاجه اسمها يوم فري. يوم فري ده يعني بنبوظ اللي قبله واللي بعد. وجبه فري بيحسبها لك الفريق الطبي وبيقول لك تاخدها امتى مع الكورس عشان خاطر هي دي اللي اسمها بتحفز الحرق وبتشجعني ان انا اكمل علشان الناس ما تزهقش. لكن يوم فري اكس كبيره، مفيش حاجه اسمها يوم فري علشان خاطري. رجيم الفواكه ايه رايك فيه؟ نفس الاكس الكبيره برضو، مفيش حاجه اسمها رجيم فواكه، مفيش حاجه اسمها رجيم ميه، مفيش حاجه اسمها رجيم موز، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. في حاجه اسمها كورس اناسيليوم، في حاجه اسمها فريق طبي هيتابع معاكي وهتخسي. بلاش نمشي ورا الانظمه الكيميائيه. ناخد مصطفى. الو. الو. ايوه يا مصطفى. يا دكتوره ازي حضرتك؟ ازيك انت عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. ايه تابعت الحلقه من الاول؟ بقول لك اسال حضرتك بس على حاجه. معاك تحت امرك، قول. تعالى معاك. انا وزني انا الطول بتاعي 160 ووزني 90، كنت طالب من حضرتك ان اخس. طب انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 25 سنه. 25 سنه، طيب تمام هنخسسك. ايه رايك بقى؟ انت طالب ان انت تخس واحنا هنخسسك. مفيش مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ومع كورس أناسيليوم. قبل بس ما تقفل يا ريت بس يكلم الفريق الطبي، خد أرقامه ولينك صفحة وان دايت يا جماعة بفكركم بيها. هنخس هنخس. أكتر حاجة بتعجبني في الحلقة إيه؟ أكتر حاجة بتعجبني إن الناس بتتصل والناس بتبعت على الواتساب والناس بتبعت على الإنبوكس بتاع البيج. ده معناه إيه؟ معناه إن دي أول خطوة في حل أي مشكلة، إن أنا معترف إن أنا عندي مشكلة، إن أنا عايز أحلها، فببدأ أمشي التراك المظبوط، وهو ده التراك المظبوط، عشان في ناس بتطرق أبواب أخرى وده مش صح. ده أهم حاجة عايزين نأكدها عليكم، نأكد عليها مع برنامجكم عيش حياتك، إن إحنا نعيش صح إزاي، نتابع مع فريق طبي إزاي، نخس صح إزاي، صحتنا ما تتأثرش. مش بصلح حاجة وبوظ حاجة تانية، هي دي الفكرة. ودي اللي الأنظمة الغذائية العشوائية بتعملها، الأنظمة اللي من على الإنترنت، الأدوية المجهولة المصدر. كورس أناسيليوم أول حاجة أمان، لأنه مسجل ومرخص من وزارة الصحة، فده الجرين كارد كده في الاساس. تاني حاجه هيخسسني، هيقضي لي على موضوع الجوع اللي بيسبب لي سمنه، طبعا انا باكل كتير، هيزود الحرق لوجود القهوه الخضراء فيه، يعني قشور السيليوم كبسولات الاناسيليوم. القهوه الخضراء هتزود لي المناعه، هتثبت مستويات السكر لمرضى السكر اللي انا عماله ااكد عليهم الحلقه النهارده علشان كل الناس اللي عايزه تخس وبالاخص مرضى السكر كبار وصغيرين. وكمان فيتامين كاتيكا علشان المناعه ونقص فيتامين د، كريم شد الترهلات مش هنساه، كل ده هتاخدوا عليه خصم 50%، هيوصلكوا مجانا لحد البيت، فريق طبي هيتابعكوا، هتاخدوا شامبو هيرتون. ما تنسوش لينك صفحه وان دايت عشان تدخلوا معانا السحب لكل الناس اللي اشترت معانا كورس الاناسيليوم. هستناكوا حلقات جديده وعيش حياتك وازاي نعيشها صح، وتحديات جديده وهنخس هنخس من غير حرمان.